اسئله الناس اللي هنا. الناس دايما تقول لك ايه، اصل امبارح كهربا ما لعبش ومحمد شريف ما لعبش، هل في اي زعل من كهربا، اي زعل من محمد شريف في هذا الموضوع؟ ومهم جدا، لان انا عارف ان انت قريب من اللاعبين يعني، ومهم جدا ان انت تقول اللي انت شايفه، لانه الجمهور جمهور النادي الاهلي لازم يعرف ايه اللي بيحصل، وكده كده كل حاجه بتتعرف. أكيد طبعا، لكن إطلاقا ما فيش أي زعل من كهربا ولا من محمد شريف خالص خالص خالص. اللعيبة كلهم هنا على قلب رجل واحد، وكلهم عارفين إيه الهدف من البطولة. أنت بتلعب باسم النادي الأهلي، أيا كان مين اللي هيشارك في الملعب، مين اللي هيأدي أو مين اللي هيقوم بدور الفوز في الملعب، مين اللي هيحقق النتائج، أيا كان هما كلهم فريق واحد، ما حدش خالص زعل. أنا عايزك أكيد هتشوف أنت بعد لحظات إزاي كهربا كان بيحتفل بعيد ميلاد محمد شريف، وإزاي محمد شريف نفسه كان بيحتفل بعيد ميلاده مع زمايله النهارده كمان في لقطات المران الصبح والظهر تحديدا الساعه 2. كل لاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المران احتفلوا بمحمد شريف وعملوا له ممر كده كنوع من انواع الدعابه يعني مع اللاعب، وبيحتفلوا بعيد ميلاده، واجواء اكثر من رائعه. ما فيش اي حاجه خالص، لا ده زعلان ولا ده مقموس ولا الكلام ده خالص، بالعكس الاثنين عندهم دوافع قويه جدا، حابين ان هم يجتهدوا في التدريبات، هم كده كده بيجتهدوا في الحياه سواء محمد شريف او كهربا، حابين يكون ممكن يكون ليهم دور في مباراه البايرن، الله اعلم. انا لسه كنت بتكلم معاك كابتن اسلام بقول لك ان اكيد هيكون في بعض التعديلات او بعض التغييرات بخصوص شكل النادي الاهلي في مباراه البايرن، وخصوصا ان انت بتلعب فريق كبير، فممكن يكون في امور في اذهان او في ذهن الجهاز الفني تحديدا وفي ذهن مستر بيتسو موسيماني. ممكن تلاقي كهربا بتدي المباراه اللي جايه هو محمد شريف، ممكن تلاقيهم ليهم دور في الشوط الثاني تحديدا، الله اعلم ايه اللي هيحصل وجهه نظر المدير الفني، لكن مفيش اي نوع من انواع الزعل عند اي لاعب. ممكن تطمنا على مروان في السعاده بالامس بعد فوز النادي الاهلي على الدحيل، واحتفلوا بشكل كبير جدا مع اللاعبين في مقر الاقامه هنا. يعني طمنا على مروان، لان مروان كان انا شايفه مخبوط. مروان محسن خلينا اقول لك، مروان محسن كان امبارح خد كدمه في الضلوع. خد كدمه في الضلوع قويه، لكن الامور بالنسبه له جيده، مفيش اي حاجه. سالت الدكتور عن مروان قال كانت كدمه قويه شويه، مفيش يعني ما تعقش اطلاقا عن المباريات القادمه او حتى عن التدريبات بالنسبه للنادي الاهلي، شارك في التدريبات بشكل طبيعي. كمان سالت على عمرو سليه، لان عمرو سليه كمان امبارح خد كدمات قويه مرتين تقريبا في الشوط الثاني تحديدا، برضو قال ان هي كدمات قويه. الدكتور احمد ابو عبله في الحقيقه قال لي ان هي كدمات قويه، لكن ما تبعدش عمرو سليه عن تدريبات النادي الاهلي اطلاقا، يشارك في تدريبات طبيعيه، لكن بيقول الامور دي كلها طبيعيه في المباريات، يعني مش اصابات قويه بالنسبه للاعبين واصابات ممكن تعطلهم ولا حاجه عن التدريبات، لا الامور طبيعيه، كل اللاعبين في حاله بدنيه وطبيه وفنيه جيده، باذن الله بكره يكون الاستعداد بشكل قوي جدا جدا لمباراه البايرن على مدار 48 ساعه قادمه، باذن الله الاهلي يكون جاهز تماما لهذه المواجهه، وباذن الله يشرف الكره المصريه، وباذن الله يعمل حاجه ايجابيه بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. نفسنا طبعا الاهلي يتاهل لنهائي كاس العالم، هتبقى اول مره في التاريخ، ليه لا؟ دي كره قدم، 11 راجل طبعا قدام 11 راجل في الملعب، باذن الله باذن الله الاحق هو اللي يكسب، اللي هو يكون النادي الاهلي.